تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار قدمه المغرب يرمي لإعلان يوم 10 مايو من كل سنة يوما عالميا لشجرة الأرغان. وتهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء بشجرة الأرغان، الشجرة المستوطنة في المملكة المغربية، كعامل لتحقيق التنمية المستدامة سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي أو على الصعيد البيئي والثقافي، فضلا عن المجال الطبي وفني الطهي على المستويين الوطني والدولي. وسيكون إعلان اليوم العالمي لشجرة الأرغان بمثابة اعتراف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بجهود المملكة من أجل حماية وتثمين شجرة الأرغان، كما سيعزز التعاون الدولي لدعم والحفاظ على المحيط الحيوي لشجرة الأرغان والنهوض بهذا القطاع. ويسلط مشروع القانون الضوء أيضا على الدور الرئيسي لقطاع الأرغان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين المرأة لا سيما في الوسط القروي. نوف النهاري، ريم راديو، نيويورك.